مرحبا، معكم أشرف صباح وفيديو جديد في قناتكم سيلفي سبورت. اليوم موضوعنا راح يكون عن مدرب إجا كمدرب طوارئ في البايرن وجعل أوروبا كلها في حالة طوارئ، من مدرب مؤقت إلى مدرب يمتد عقده إلى عام 2023 وحاصل على الثلاثية. يلا نتعرف سوا على جوانب من قصة المدرب الألماني هانز فليك. في منتصف الثمانينات كانت ألمانيا الغربية في عملية إعادة بناء تحت قيادة العظيم بيكنباور. كان هناك نجوم كثيرة في الفريق، وفي فترتها فشل لاعب يدعى هانز فليك في إثبات موهبته ونجوميته في كرة القدم. مسيرته مع الأندية كانت متواضعة لحد ما انتقل إلى نادي بايرن ميونخ، حيث لعب معاهم 104 مباريات، سجل فيهم فقط 5 أهداف من سنة 1985 إلى سنة 1990، وبعدها انتقل إلى كولن، لعب معهم 44 مباراة، لكن للأسف قرر الاعتزال في عام 1993 بسبب الإصابات. فترة تدريب فليك بدأت عام 1996، حيث كان مدرب ولاعب في نفس الوقت في نادي فيكتوريا بامنتال اللي بيلعب في الدرجة الخامسة في الدوري الألماني، لكن لم يحقق معهم شيء يذكر. في عام 2000 بدأ في تدريب هوفنهايم، ونجح إنه يتأهل بأول محاولة من الدرجة الرابعة إلى الدرجة الثالثة، لكن بعد فشله لأربع مرات متتالية بالتأهل للدرجة الثانية، تمت إقالته في عام 2005. بعدها بدأ فليك في تكوين شخصيته التدريبية، فكان مساعد لجيوفاني تروباتوني في ريد سالزبورغ عام 2006. قال فليك عن هذه التجربة بأنه ساعدته كثيرا في الجوانب التكتيكية وجانب التعامل مع اللاعبين، لكنه كان يختلف مع ثقافة تروباتوني الدفاعية. تم تعيين فليك كمساعد للمدرب لوف في المنتخب الألماني في تاريخ 23/8/2006. حقق معاه إنجازات كثيرة، المركز الثاني في يورو 2008، المركز الثالث في كأس عالم 2010، نصف نهائي يورو 2012، ونهاية فوزه في كأس العالم عام 2014. بعد ذلك أصبح المدير الرياضي لاتحاد كرة القدم الألماني لحتى يناير 2017، لحد ما طلبوا كوفاتش ليكون مساعد مدرب في النادي البافاري. اللحظة اللي غيرت مسيرة فليك هي قرار إدارة البايرن بإقالة كوفاتش، خصوصا بعد فضيحة خماسية فرانكفورت. وقتها تم الاستعانة في فليك ليكون مدرب مؤقت، ووقتها فعلا بدأت ملامح تحويل البايرن لأكثر فريق مخيف في أوروبا، وبدأت هاي الملامح بالضبط تظهر في أول كلاسيكو إلو ضد دورتموند لما فاز 4-0. عادت ملامح بايرن المخيفة، التمرير القصير، الرتم العالي أثناء الضغط على الكرة، التحرك الذكي بدون كرة، والسيطرة الفعالة مع الكرة، والسرعة أثناء الارتداد الهجومي. فعلا كان من المرعب أنك تشوف البايرن بيعذب الفرق داخل وخارج ملعبه. خلال فترته مع المنتخب الألماني كمساعد مدرب وكمدير رياضي، زار فليك العديد من الأكاديميات، ومنها أكاديمية ريال مدريد وأكاديمية برشلونة. أمضى 3 أيام كضيف في نادي مانشستر سيتي ليراقب تدريباتهم، نفس الشيء مع باريس سان جيرمان وبايرن قبل أن يدربهم. أيضا زار معسكر الصيفي لنادي أرسنال في أستريا لمدة 3 سنين متتالية. قال فليك عن هذه الزيارات بأنه: حكيت لحالي لازم أخذ نظرة جيدة على هاي التدريبات، مثلا هذا المدرب يفكر بطريقة معينة، قصده بهذا المصطلح أنه مثلا بيب غوارديولا بيحب السيطرة على الكرة، لازم أنا كمدرب أخذ هاي الأفكار وأترجمها بطريقة الخاصة. فليك ما كان هدفه أنه يعمل كوبي لأفكار المدربين الآخرين، لا، فليك كان بس بده الحافز ليحصل على أفكار جديدة ومن ثم يأخذ هاي الأفكار ويطبقها بطريقة الخاصة. لشرح نظام لعب فليك لازم نقسم الشرح لفترتين، فترة السيطرة مع الكرة وفترة اللعب بدون كرة. رح نبدأ أثناء سيطرة الفريق على الكرة. أظهرت الأرقام تحسن فريق بايرن ميونخ في السيطرة على الكرة أكثر من فترة كوفاتش. أصبح الفريق يسيطر على الكرة أكثر، أصبح يمرر تمريرات أكثر قبل أن يفقد الكرة، مما يوضح لنا أن الفريق عنده ميول هجومية وفليك بحب الكرة الهجومية أكثر. في بناء اللعب يفضل فليك البناء في خطة 4-2-3-1، يسقط المحور إلى العمق بين قلبي الدفاع، بيرتفعوا الأظهرة لأعلى مما يوفر مساحات أكثر أثناء بناء الهجمة أثناء تعرض الفريق للضغط العالي. فليك عنده مرونة في التحول بين 4-3-3 و4-2-3-1. المرونة هاي بتيجي من لاعب الوسط لما يتحول يا إما محور أو يتحول ما بين قلبي الدفاع. إذا كان متحول لمحور فأنا هيك قاعد بعطي حالي زوايا تمرير إضافية في العمق، أما إذا تحول ما بين قلبي الدفاع فأنا راح أعطي حالي زوايا تمرير أفقية، وهذا الإشي بيعطي مرونة كبيرة أثناء بناء الهجمة. أثناء ارتفاع الكرة لمناطق أعلى في الملعب بحب فليك تواجد لاعبين في أنصاف المساحات كمناطق رئيسية لاستقبال الكرات ومدها لأعلى. مهم جدا في أسلوب فليك التمريرات العمودية، وزي ما حكيت أول التحركات بدون كرة كثير مهمة، فتحرك ليفاندوفسكي للعمق لاستقبال الكرات وهو مهاجم الفريق، استقبال الكرات في العمق مع
دخول الأجنحة قليلا للعمق وارتفاع الأظهرة لأعلى مكان في الملعب بيعملوا توسيع كبير للملعب، مما يوفر زوايا تمرير عمودية كثيرة في أنصاف المساحات وفي الثلث الأخير. التحركات بدون كرة شيء أساسي في عملية فليك الهجومية، فتبادل المراكز بين المهاجم والأجنحة دائما بشكل خطورة على الخصم. دخول المهاجم إلى خلف ظهر الدفاع أو دخول صانع اللعب في هاي المساحات دائما بتشكل فرص حقيقية للتسجيل. الحلو عند فليك هو مرونته في استخدام الأفكار، فدائما بيلعب ب 4-2-3-1 أو 4-3-3 حسب استخدام الغرض الفني لهاي الأفكار وحسب الخصم. دائما عند فليك ممكن تيجي الخطورة من أي مكان، بتحس عنده أكثر طريقة للتسجيل، لهيك مع الرتم العالي للهجوم بيكون صعب على أي دفاع أنه يواجه هيك هجوم. دفاعيا بيعتمد فليك على الضغط العالي، بحب يسكر على الخصم خيارات التمرير من مناطقه من الثلث الأول للخصم. دائما بنشوف الأجنحة بتسكر الخيار الأفقي يعني خيار التمرير للأظهرة، والمهاجم بيسكر الخيار العمودي، فبيكون قلب دفاع الخصم مش عارف لوين يمرر. هذا الرتم العالي في الضغط العالي على الخصم كثير فعال في بايرن ميونخ. من المميز أيضا ارتفاع خط الدفاع لأعلى مكان في الملعب أثناء الضغط العالي، هو حركة جريئة، لكن الفكرة من هاي الحركة انك بتقلل المساحات على الخصم. اذا تم تطبيقها بشكل ممتاز راح يكون نتائجها جدا فعالة للفريق، وايضا تعطيك تمركز مثالي اثناء الضغط العكسي. اي فريق بيلعب بالسيطرة على الكرة وبافكار الضغط العالي لازم يكون عنده افكار الضغط العكسي، وبنشوف هذا الاشي جدا موجود في بايرن ميونخ. بتحس اللعيبة عندها وعي تكتيكي كبير، ليش؟ لان اللعيبة دايما متقاربة من بعض وجاهزة لفكرة انك تدافع اول ما تفقد الكرة. إذا وصلت الكرة لمناطق البايرن وقدر الخصم يطلع من الضغط العالي، بتبدأ عملية الانسحاب التكتيكي وعملية الدروب باك ب 4-3-3 أو 4-4-2 وتسكير المساحات كاملة على الخصم. الأرقام تثبت صحة ذلك، حيث إلى يومنا هذا وهو يوم تصوير الفيديو ظهيرة يوم السبت، لعب فليك مع بايرن ميونخ 53 مباراة، حيث فاز في 47 مباراة، 3 تعادلات و3 خسائر، سجل 171 هدف واستقبلت شباكه 47 هدف. الشيء المميز في فليك هو طريقته في إدارة غرف الملابس وطريقته في التعامل مع اللاعبين. قال عنه أوليفر كان: يعرف ماذا يقول ولمن يقول وفي الوقت المناسب. قال عنه كوتينهو بأنه يملك الموهبة ليجعل كل لاعب يشعر بأنه مهم في الفريق. غرف الملابس في بايرن ميونخ صعب جدا التحكم فيها، مع قدوم فليك صار في عنا نقلة نوعية في الفريق. مثلا ديفيز أصبح يلعب كظهير أيسر، كيميتش عاد ليلعب كمحور في الفريق، وأيضا أعاد لمولر الحياة. مولر مع فليك عاد إلى بريقه، ظهر كالجوكر في مباريات عديدة لبايرن ميونخ، من رتم عالي في الضغط على الكرة، تحركات ذكية بين الخطوط وفعالية في الثلث الهجومي. رجع مولر اللاعب اللي احنا بنعرفه، اللي كل ما مسكت كرة في الملعب بيكون مولر بيتحرك بين الخطوط وبيطلبها. وهون الفكرة، مثل ما قال مرة أحد إداري بايرن ميونخ، بأنه مع فليك الفريق ما بيتكون من 11 لاعب فقط، لا، الفريق بيتكون من 24-23 لاعب. وصدقوني هالشي كثير مهم في كرة القدم. لتحقق أي نجاح فني وتكتيكي لازم تكون غرف الملابس والفريق كامل كأنه عائلة واحدة. قصة فليك ناجحة مع البايرن لأسباب عديدة ذكرتها، لكن الأهم أنه فليك بيعرف يتعامل مع بيئة بايرن ميونخ الصعبة، بيعرف متطلبات هذا النادي، خصوصا أنه كان لاعب سابق في النادي، كان مساعد مدرب سابق كمان في النادي. بيعرف أنه نادي مثل بايرن ميونخ لا يقبل إلا بأعلى درجات النجاح. راح أشرح لكم هالشي بتصريح حكاه فليك، بس سألوه في مقابلة كالتالي: إنه العقود من الزمان كان نادي بايرن ميونخ يهتم في اللاعبين وشراء أفضل اللاعبين فقط. هل أصبح الآن نادي يهتم في نوعية المدرب والمدرب من يحدد نوعية اللاعبين وفلسفة النادي؟ كان جواب فليك كالتالي: في النهاية السؤال الرئيسي هو إيش بده النادي بالضبط؟ إيش طريقة اللعب اللي حاب يلعب فيها؟ إيش طريقة اللعب اللي راح يكون المشجعين راضين عنها ومبسوطين فيها؟ لما كنت لاعب كان الموضوع عبارة عن الفوز، إنك تفوز 1-0 في أي طريقة ممكنة. اليوم الفوز لحاله ما بيكفي، بالطبع الاشي بالنهاية بيتعلق بالفوز في البطولات، لكن انا متأكد انه نادي مثل بايرن ميونخ بيطمح لإسعاد جماهيره بأكثر من فكرة انه يفوز في 1-0 فقط. لهيك لازم نفكر في انه اي لاعب راح يناسب هاي العقلية، هذا النادي خاص، ولما يكون الإحساس فيه 100% مرئيا للعالم الخارجي فهالشي حيكون نقطة إيجابية لك، بس تروح تفاوض اللاعبين اللي ممكن ينتقلوا لنادي آخر وتقنعهم في الانضمام إلى بايرن. المهم في الوقت الحالي أن يتطور النادي ويقدم شيئا يناسب لاعبيه. ثقافة النادي وفلسفة اللعب لنادي مثل بايرن ميونخ ماركة مسجلة ومعروفة بدقة شديدة. نقطتي هو أن بايرن ميونخ يحتاج إلى DNA واضح، وأحتاج أنا والطاقم الفني لنقل هذا DNA إلى جميع اللاعبين.
ويحتاج هذا الدي ان اي ان يكون في المباريات والاكاديميات وفي كل مكان في النادي، حتى في جانب اكتشاف المواهب والتعاقد مع اللاعبين. اظن من المهم ان يفهم العالم ما هو بايرن ميونخ وما يمثله بايرن ميونخ لكرة القدم: السيطرة على الكرة، كرة القدم الهجومية، المحافظة على فلسفة النادي، وأيضا الفوز والفوز دائما. وبهيك بكون وصلت لنهاية حلقة اليوم، بتمنى يكون عجبكم الموضوع، بتمنى تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وبيس.